أقامت جمعية بيت دجن الخيرية حفل توقيع وتوزيع كتاب كي لا ننسى بيت دجن يافا للدكتور أيمن حمودي في مركز الحسين الثقافي في عمان، حيث وثق الكتاب جوانب عدة لهذه البلدة الفلسطينية والتي تجاور يافا وشرد أهلها عام 48 وتشتهر ببياراتها وطيبة أهلها وثوبها المميز، بالإضافة لتاريخها الذي يعود لأربعة آلاف عام. قررت أني أعمل مقابلات مع 60 دجن ودجنية ولدوا في بيت دجن، وصحيح وجدت فيهم في مقابلاتهم وكلامهم الذي لا يخلو من عاطفة لكنها مدعمة بحقائق، كلام يعني حول محتوى الكتب من سطور صماء وشوارع جرداء وحيطان مدمرة إلى كلام أعاد الحياة للقرية. يعني في نهاية الكتاب أنا صرت أشوف القرية كأنه فيها العرس والزغاريد والبرتقال والطلاب بشكل يومي. هذا الكتاب بيحكي تاريخ بيت دجان، قراها، مدنها، بياراتها، شوارعها، ناسها، عائلاتها. لأول مرة بتوثق هذا الكتاب، ومن هون أهميته، لأنه لا نقول أن بيت دجان ضاعت، لأن الحق لا يضيع. خلال توقيع كتاب كي لا ننسى بيت دجن يافا، والذي تم بحضور عدد كبير من أهالي بيت دجن الفلسطينية وبعضهم ممن تركوها إثر النكبة وعدد ممن شاركوا بجهودهم ليرى هذا الكتاب النور، تم عرض فيلم وثائقي صغير عرض ذكريات هذه البلدة التي تركوها. كان مصنع النسيج وشوارعها منظمة، وكان فيها مركز للبوليس تابعة إلى قرى يازور وسافرية وكفر عانة وساكية. بيت دجن سنة 17 راحوا على الجامعات وتخرج أبوي من الجامعة مصر واسطنبول تركيا. اللي بتذكره طلعنا ولا إشي، وسجلنا في الزبالة حبيبتي، طردونا من تحت الزيتون. الكتاب حمل في طيات صفحاته 400 تاريخ بيت دجن الذي يعود للكنعانيين، واتصال هذا التاريخ بشكل متسلسل ونضال أهلها ومقاومتهم للانتداب والعصابات الصهيونية وصولا إلى يوم النكبة. دعوات أن يحذو شباب آخرون بتوثيق تاريخ قرى وبلدات أخرى تعرضت للنكبة في مساهمة في حفظ الذاكرة الفلسطينية. سناء مفلح، تلفزيون فلسطين، مركز الحسين الثقافي، عمان.